بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وللأبد أمين. هقرأ ويا حضراتكم الإصحاح الثالث من رسالة معلمنا يعقوب الرسول. الإصحاح الثالث من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، وده الإصحاح اللي بيتكلم عن اللسان والكلام. ده إصحاح مخصص في الكتاب المقدس، بيتكلم عن أهمية الكلام وعضو اللسان في أجسادنا. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعنا. إن كان أحد لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل، قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هوذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هوذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما. هوذا نار قليلة أي وقود تحرقه. فاللسان نار عالم الاسم، هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويدرم دائرة الكون ويدرم من جهنم. لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يزلل، وقد تزلل للطبع البشري، وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يزلله. هو شر لا يضبط، مملوء سما مميتا، به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ألعل ينبوعا ينبع من نفس عين ماء واحدة العذب والمر؟ هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونة أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية. لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء، وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مزعنة مملوءة رحمة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء وثمر البر، يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. ابتدينا من الأسبوع اللي فات ناخد تأملاتنا في سفر يشوع ابن صراخ، أو بيتسمى سفر حكمة يشوع ابن صراخ. وإن يشوع عاش في أورشليم، ويشوع ده كان تقريبا قبل الميلاد بحوالي 3 قرون، وعاش وكتب السفر بتاعه. هو أحد الأسفار القانونية الثانية، والسفر 51 إصحاح، مكون من جزئين. الجزء الأول من إصحاح 1 لإصحاح 23، والثاني من 24 لغاية 50. الجزئين دول كل جزء بيبدأ بتمجيد للحكمة، حكمة الكلام. أكتر فعل بنستخدمه يوميا هو الكلام. الإنسان يا بيتكلم يا بيسمع يا بيقرأ
يبي يكتب. دول الأربع أفعال الأكثر استخداماً في كل يوم. وبيقولوا الإنسان بيستخدم الحاجات ده هي بمعدل يقرب من 8 ساعات كل يوم. يعني لو حسبنا الفترات اللي بتتكلم فيها وهي حد في التليفون في البيت في العمل أو بتقرأ حاجة أو بتكتب حاجة أو بتسمع حد، توصل لغاية حوالي 8 ساعات وأحيانا يبقى أكتر. فالإصحاح مكون من السفر مكون من جزئين، والإصحاح الأخير اللي هو رقم 51 هو عبارة عن نشيد وصلاة من أجل طلب الحكمة. وقلت لكم الأسبوع اللي فات أن سفر يشوع بن سراخ بيتميز بصفة غريبة، أن هو فيه كلمة لا الناهية بتتكرر فيه أكثر من 150 مرة، وهو عبارة عن مجموعة من الوصايا التي تخص السلوك. وهو شبيه هذا السفر بالوصايا في الوصايا العشر: لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشتهي، لا تشهد بالزور، إلى آخر هذه الوصايا بنفس التركيبة دي. فاللنة هي أو الوصايا المكتوبة فيه بتتكلم في موضوعات. كلمتك الأسبوع اللي فات على لا تكن قاسيا، وذكرت وياك مجموعة من الآيات اللي قالها يشوع ابن سراخ. النهاردة هتكلم وياك بمناسبة الكلام لا تكن صرصارا. الصرصارة اللي هو الكلام الكتير يعني. لا تكن صرصارا. والحقيقة الحتة دي بالذات يشوع ابن سراخ كتب عليها كلام كتير قوي، لأن زي ما قلت لكم فعل الكلام وما حوله هو أكتر فعل بنعمله كل يوم، أكتر حاجة بنستخدمها كل يوم. وموضوع الكلام الناس بيعتبروه سهل خالص، واحد يقول أي حاجة ويتكلم أي حاجة ويسمع أي حاجة ويشوف أي حاجة ويكتب أي حاجة ويقرأ أي حاجة، بيستسهلوا الموضوع. لكن الحقيقة يشوع ابن سراخ في حكمته بيقدم لنا 7 دروس عن طبيعة الكلام اللي ممكن نمارسه. كلامك يبقى شكله إيه؟ فبيحط لنا 7 دروس ممكن يستفيد منها كل إنسان في هذا الموضوع. لكن أنا قريت وياكم إصحاح 3 في رسالة معلمنا يعقوب الرسول اللي بيتكلم فيها عن اللسان، وبيقول أيضا بعض التعابير القوية جدا. أرجوكم تاخدوا بالكم، يقول لك اللسان نار، نار. أرجوكم تستوعبوا الكلمة. وبعدين عالم الاسم، عالم يعني دنيا، والاسم اللي هو الخطية، يعني دنيا الخطية. تصور بقى دنيا الخطية. بعض الناس جمعوا خطايا اللسان اللي ممكن يرتكبها اللسان، لقوها أكتر أو حوالي 111 خطية اللسان يمكن أن يرتكب هذه الخطايا. برغم أن اللسان بالنسبة لأعضاء جسمنا صغير خالص خالص، وبيشبهه هنا باللجام اللي في فم الخيل الحصان. شوف الحصان بيبقى قد إيه واللجام قد إيه، أو السفينة الكبيرة والدفة. كان زمان طبعا المراكب بتمشي بالدفة وبقوة الرياح، مش زي أيامنا الأيام دي بمكان وحاجات زي كده. فالدفة حاجة صغيرة جدا بالنسبة لجسم السفينة الكبير. فاعتبر اللسان بمثابة التشبيهين دول، اللجام والدفة. وبعد كده الحقيقة القديس يعقوب بيقول كلمة صعبة خالص، يقول هو شر لا يضبط. يا عشان كده في تاريخ الرهباني والتاريخ الدائري في آباء كتيرة عاشوا في تداريب الصمت، وفي أديرة في الغرب صامتة تماما. يعني الدير مسموح أن الرهبان فيه يتكلموا نص ساعة بس، من 5 لـ5:30. طب بقية اليوم لو احتاج حاجة من حد بيكتبها في ورقة، لكن لا ينطق أبدا. وكلكم بتحبوا العبارة اللي قالها القديس أرسانيوس: كثيرا ما تكلمت وندمت، وأما عن صمتي
فده راجل كان بيشتغل زي مدرس، يعني شغلته الكلام، ما هو معلم، معلم أولاد الملوك، فشغلته الكلام، يعني شغلته أنه يتكلم. لكن قال كده: كثيرا ما تكلمت وندمت. والكلمة اللي بتطلع ما بترجعش خالص، خلاص طلعت. وأحيانا يقول لك اتكلم براحتك، هو كلام عليه جمرك، بيقولوا كده عليه جمرك، لا ما عليهوش. وهنا الخطورة يا إخوتي في أشدها، كلمة ممكن تكون خطيرة على الإنسان، كلمة واحدة. ويقول لك عبارة لطيفة قوي، يقول لك كلامك كالعطور أو كالصخور. كلامك اللي بتقوله، كلنا عارفين العطر، العطر حاجة حلوة، أو الصخور اللي تخبط في الإنسان. تعالوا نشوف الدروس السبعة اللي قالها لنا القديس يشوع ابن سيراخ في حكمته. أول درس بيقول لنا كده: لا تكسر الكلام دون داعي، ما تدشش، ما الصرصرة بقى، لا تكن صرصارة. فبيقول لنا عبارة جميلة قوي في إصحاح 7 عدد 15: لا تكسر الكلام في جماعة الشيوخ، ولا تكرر الألفاظ في صلاتك. ونفس العبارات ده هي اقتبسها السيد المسيح في العهد الجديد، يقول كده: حينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. دي في متى 6-7 في العزة على الجبل. وطبعا لأن المسيح اقتبس من هذا السفر، يبقى معناه هذا السفر قانوني، لأن في بعض الناس اللي بيكتبوا في التاريخ يقولوا السفر ده غير قانوني، لكن يكفي هذا دلالة على قانونية السفر. لا تكسر الكلام دون داعي. مكالمة تليفون يبقى الكلام محدود، بتكلم واحد يبقى الكلام على القد. أما كثرة الكلام الكتيرة ضروري الإنسان هيقع في خطأ، ولما يقع في خطأ ما يقدرش يرجع فيه. لا تكسر الكلام دون داعي، ده أول درس. الدرس الثاني بيقول: لا تتسرع في الكلام، اتقل، مش كل حاجة ترد على طول أو تتكلم على طول. فيقول لنا في إصحاح 32: لا تطلق كلامك عند السماع، ولا تأتي بالحكمة في غير وقتها. حتى الحكمة استخدمها في الوقت بتاعها، استخدم ما هو مناسب، لأنك لو تسرعت في الكلام هتكون النتيجة أنك تغلط، وساعتها يبقى في ندم، والندم ما بيرجعش حاجة من اللي حصلت خالص. ده ممكن في البيت هو أو هي يتسرع بكلمة تجرح الآخر، ويفضل الجرح ده هو وقت طويل جدا. لا تتسرع في الكلام، خلي كلامك بحساب. من العادات الرديئة أن لما يجي حد يتكلم قدامك بتقاطعه وتتكلم أنت. يمكن بتشوفه في برامج التوك شو، البرامج اللي بيقعدوا يتكلموا فيها، واحد يتكلم والتاني بيتكلم في نفس الوقت، ويمكن المذيع قاعد يحجز ما بينهم وما احناش عارفين مين بيقول ايه. الشطارة ان الانسان يفهم اللي قدامه بيقول ايه. لا تتسرع في الكلام، لا تطلق كلامك عند السماع، خلي كلامك بحكمة، وحتى الحكمة استخدمها في وقتها، في وقت مناسب. يقول مرة تانية في نفس المجال ده: لا تمدح رجلا قبل أن يتكلم. يعني مش أي واحد يتمدح كده، ده هو لما يتكلم يبان كلامه إيه، هيئته إيه، تفكيره إيه، عقله إيه، مشاعره إيه. فلا تمدح رجلا قبل أن يتكلم، فإنه بهذا يمتحن الناس. عشان كده في الفلسفة اليونانية القديمة يقول لك إيه: تكلم حتى أراك. ولما اتقالت لبطرس: لغتك تظهرك، طريقة كلامك ولهجتك بتقول عليك كده. تكلم حتى أراك، يعني مجرد الواحد يتكلم تبتدي أنت تكون في ذهنك
من هو هذا الإنسان؟ كلامه موزون. أحيانا نقابل شاب صغير أو فتى صغير كلامه موزون تقيل حلو، وحين تقابل واحد كبير كلامه فاضي وصفات أخرى بس ما أقدرش أقول فاضي. دي حاجة مهمة جدا، إن كيف يكون الإنسان حكيما في الكلمة اللي بيقولها ولا يتسرع في الكلام. ده الدرس الثاني. الدرس الثالث، لا تكن نماما. عارفين النم؟ النم يقول كده، لا تدعى نماما ولا تختل بلسانك. يعني ايه النم؟ دايما ماشي مع المراوغة، واحد مش ماشي دغري، واحد كلامه متأسف في الكلمة عوج، واحد ما تقدرش تثق في كلامه وخلاص، وإن فقدت الثقة لا تبنى، مش ممكن ترجع، مش ممكن ترجع زي ما هي بالظبط. عشان كده النميمة أحد الأمراض، أمراض الكلام. النميمة إن الواحد ينم ويتكلم على شخص أو أشخاص ويفضل يتكلم ويقول كلام كتير خالص، وأحيانا الكلام يبقى مش مظبوط وفيه حاجات كاذبة، وأحيانا واحد ينم على واحد، واحد ينقل شتيمة واحد يقول له ده فلان شتمك وقال كذا وولع الدنيا، اللسان نار زي ما بيقول يعقوب، والمثل الشعبي المصري بيقول ما شتمك إلا اللي بلغك. يعني لما يجي واحد يقول للتاني أنا سمعت فلان بيشتمك، يبقى مين الشاتم هنا؟ هو اللي نقل. لا تكن نماما، لا تراوغ بالكلام، خلي كلامك دايما واضح، لسانك واضح، ابعد عن الخديعة والمراوغة. وأرجوك تاخد بالك إن الإنسان اللي بيعيش في الخطية دهية، خطية النم، لا يثق به أحد خالص، واللي بيعيش في خطية المراوغة وتلاقي كلامه كده مش عارف تمسكه منين، وتلاقي كلماته كلها أو إجاباته لو كان في أسئلة تقول لها إجابات ملهاش معنى، واحد عمال يهرب. مثل هذا الشخص لا يرضي الله. ونقول تاني زي ما بيقول هنا، اللسان هو شر لا يضبط، مملوء سما مميتا. النم هو سم في اللسان، النميمة المراوغة الخداع هي سموم موجودة في اللسان. احنا في آخر السنة، الشهر الأخير، الشهر الأخير يعني الواحد بيفكروا بنهاية العمر، نهاية الحياة، انهي حياتك صح. عشان كده فكر كويس، لو هذه الضعفات موجودة عندك هي أو غيرها، ابتدي يفكر كيف تتخلص منها. وهنا بيقدمها لك الوصية، لا تدع نماما. اوعى تكون فيك الصفة دي، ساعة ما يجي لسانك هينقل كلام مش مظبوط. برضو على رأي داود النبي يقول، ضع حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. ضع حافظا لفمي، ما تخليش كلمة تطلع مني مش مظبوط مش صح. ده داود النبي، داود اللي قال المزامير، اللي قال ان وجدت قلب داود حسب قلبي، اللي قال على نفسه انه صلاة. اذا كان هو بيقول كده احنا نعمل ايه؟ انتبه، انتبه لنفسك. واحيان توجد عند الانسان رغبة شريرة انه يتكلم على الاخرين، ينقل كلام الاخرين، وهذا امر في غاية الخطورة. احيان الواحد يعمله هو مش دريان، وهو مش دريان يتكلم، وبتلاقوا ناس اول ما قابل صاحبه يقول له ايه، هي زي الصحة، ايه الاخبار؟ هو كل واحد وكالة اخبار ولا ايه؟ انتبه لنفسك، لا تكن نماما. ده الدرس الثالث. الدرس الرابع بقى،
وهو أكثر شهرة لا تكن كذابا. يقول كده لا تفتر الكذب على أخيك ولا تختلقه على صديقك ولا تتبع أن تكذب بشيء، فإن تعود الكذب ليس للخير. تعود الكذب فإنه ليس للخير. الكذب واحد بيفتري على واحد، الافتراء دي خطية صعبة، وهي بمثابة تدخل تحت وصية لا تقتل. لما واحد يفتري على واحد، يفتري حتى لو كان هذا الافتراء بالكلام، بس الكلام الكذب، كلام الكذب. وما أكثره، وما أكثره، كل واحد بينقل أي كلمة وأي حاجة، وأحيان يعتمد على السماع من غير ما يتأكد، وأحيان يقول أي كلام. علشان كده انتبه لموضوع الكذب، لأنه من أكثر خطايا اللسان شهرة. أظن كلكم فاكرين حنانيا وسفيرة، وكيف كذبوا على الروح القدس، وكيف ماتوا في التو والحال، فرق ما بينهم ساعات قليلة، عشان دخلوا في هذا الفخ. والحاجة المهمة إن الكذب أو الكذبة لا يدخل ملكوت السماوات. اسمع كده في سفر الرؤيا في إصحاح 21، الإصحاح قبل الأخير في الكتاب المقدس، يقول كده، عد على صوابعك: أما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، نصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. 8 فئات ليس لها نصيب في السماء. الفئة رقم 8 جميع الكذبة، وده في سفر الرؤيا. مش حاجة سهلة الواحد يكذب. وده السبب ان السيد المسيح كان دايما يبتدي كلامه يقول: الحق الحق اقول لكم. ان الكلام ياخد صورة الحق وصورة الصواب، وليس صورة الكذب او صورة الخداع. انتبه، لان اللسان احيان ينسج الاكاذيب. يمكن من التحديات اللي موجودة عندنا في مصر النهاردة الاشاعات الكتير اللي بتطلع، وحتى الدولة عملت أجهزة مخصوصة عشان موضوع الشائعات، وإزاي ترد عليها وإزاي تقدم الحقيقة، لأن شائعات كتيرة. ومرة قريت إحصائية إن في 3 شهور ظهر حوالي مش عارف 70,000 إشاعة، رقم ضخم، كلها تخص مجريات الحياة في مصر. شيء خطير، شيء خطير إنسان يعيش في عالم الكذب، شيء خطير إن الحياة يبقى فيه هذا الكم من الكذب. انتبه، زي ما بيتكلم يشوع ابن سراخ إن ما تكذبش على أخيك. وأخيك هنا مش أخويا اللي بالجسد، أخي في الإنسانية، وعلى صديقك، ولا تبتغي أن تكذب بشيء. يعني ما تحطش في نيتك إنك تكذب في الموضوع ده. وعندنا مثل مصري جميل قوي بيقول: الكذب ملوش ايه؟ مش كده برضو؟ مثل مصري معبر جدا: الكذب ملوش رجلين. تكذب النهاردة هتتغطى بكرة، هتهرب من الموضوع بعده، لكن بعده هيبان. انتبه لنفسك، في لا تكن كذابا، لا تبتغي ان تكذب بشيء، فإن تعود الكذب ليس للخير. الدرس الخامس في اللسان: لا تكن مهزارا. مهزارا، مهزارا يعني إيه؟ يعني اللي الشخص اللي دائم السخرية. في طبعا إنسان ممكن يبقى إنسان مبتسم، إنسان ضحوك، إنسان لطيف المعشر، واحد كلمته لطيفة، كلمته يبقى فيها نوع من الطرافة، ده كله كلام حلو. لكن في واحد يشتغل ويعيش بالهزار والسخرية. اسمع كده، يقول لك كلام صعب شوي،
يقول لك لا تخاصم الفتيق اللسان، هشرح لكم، ولا تجمع على نار حطبا، ولا تمازح الناقص الأدب لألا يهين أسلافك. هقولها تاني، لا تخاصم الفتيق اللسان. الفتيق اللي هو اللي بيجادل، الشخص اللي بيقعد يجادل على طول على طول على طول. ولا تجمع على ناره حطبا، يعني ما تزودش النار، تغيظه بكلام. ما دام سخرت منه ولقيته كده ابتدى يتضايق، تروح انت تسخر منه اكتر، او تهزر منه، او تقول له انا كنت بهزر، وتجرحه بالكلام. ولا تمازح الناقص الادب. واحد ناقص الادب هتتكلم وياه ازاي؟ ولا تمازحه لألا يهين اسلافك. اسلافك يعني اجدادك، يعني لسانه زفر، لسانه وحش. وعلشان كده ان بيحذرنا هنا الحكيم من المجادله مع كثير الهزار والسخريه. في ناس بالشكل ده، انتبه، لان الكلام مع كثير الهزار والسخريه هيزود سخريته وهيزود مزاحه، وكانك بتحط حطب على النار، وتكون النتيجه انه لسانه يطلق الفاظ حتى انه يهين اسلافك، يهين اسرتك، يهين عيلتك، يهين جدودك. انتبه، انتبه، ما تكونش ناحية المزار. ممكن نقعد قاعدة مرحة جدا، وممكن يبقى ما بيننا كلام لطيف جدا، وممكن كلام يثير الضحك اللطيف، الإنسان يحتاج إنه يكون كده، لكن ما توصلش للحد إن الشخص اللي تجده كده تبتدي بقى تهزر وياه وتسخر وياه، وتبتدي لسانك يمشي على لسانه، وتقع في هذه الخطايا. الدرس الخامس، لا تكن مهزارا. الدرس السادس برضو من الخطايا اللسان المشهورة، لا تحلف. القسم، الحلف. يقول كده، لا تعود فاك الحلف، ولا تألف تسمية القدوس. أقولها تاني، لا تعود فاك، فاك يعني فمك، الحلف، خليش كده موضوع الحلفان ده في لسانك، ولا تألف تسمية القدوس. ما تقولش اسم الرب في كل موضوع، في كل حكاية، وتستخدمه استخدام خطأ، اللي هو الحلفان، اللي هو يمكن زي ما السيد المسيح قال لنا، أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. يعني كلام واضح، كلام دغري. من أهم الأمور في حياة الإنسان إن حديثه وحياته تبقى مستقيمة، مستقيمة. وإن كنا إحنا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كلمة أرثوذكسية يعني مستقيمة، ده مش لقب، أو ده شعار، أو ده على العقيدة بس، ده إنسان ماشي صح. وبرضه في المثل البلدي المصري الجميل يقول لك إيه؟ امشي يحتر عدوك فيك، امشي عدل، امشي باستقامة. وانتوا كل يوم بتصلوا، وإلا يكون بتصلوا من شفايفكم بس، بتقولوا قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما. يعني إذا كنتش ماشي انت باستقامة هتضحك على ربنا بقى ولا إيه؟ لا تحلف. كان زمان القسم يبقى له ظروف يعني في العهد القديم، لكن هنا بيتكلم ويانا انك لا تكرر اسم الله القدوس دون داعي. في واحد كده في لسانه الحلفان على طول على طول، ويقولها على الصح وعلى الغلط. عشان كده بيقول له لا تألف تسمية القدوس، تفضل تقول اسم الله باطلا. انتبه، لا تحلف. الدرس السابع والأخير اللي هو لا تشتم. لا تشتم يعني لسانك ما يطلعش لفظ غير مناسب أو غير لائق. وهنا أنا مش بتكلم بس على الألفاظ القبيحة والبذيئة، لكن أحيانا شخص يطلع كلمات حادة، كلمة حادة. أنا حكيت لكم مرة على الأم اللي كان ابنها عمره 12 سنة وبيغني، ولد عمره 12 سنة وبيغني
في اوضته، فقالت له اسكت انت صوتك عامل زي صوت حاجه بتمشي على اربعه. كويس، هي قالت كلمه دي، اسكت عشان صوتك عامل زي كذا. طبعا الصبيان في السن ده ال 12 ال 13 بيبقى صوتهم متغير، داخلين على سن المراهقه، شيء طبيعي. بس الام وصفته الوصف ده، جات للولد ده عقده نفسيه انه يتكلم قدام حد، وفضل العقده دي وياه سنين وسنين وما تعالجش منها، يمكن في نهايه الجامعه من كلمه قالتها الام، كلمه واحده. انتبه، لان ممكن الكلمه اللي تقولها حتى لو ما كانتش شتيمه باينه انها شتيمه يعني، لكن ممكن تكون جارحه. يقولوا كده الكلام كالرصاص، يعني ممكن الكلمة اللي يقولها ده ممكن مقالة تعمل اضطراب في وسط المجتمع، مقالة، كلمة، صورة، حكاية. لا تشتم، يقول كده لا تعود فاك فحش الكلام، الكلام الوحش يعني، فإن ذلك لا يخلو من خطية. لا تعود فاك فحش الكلام لأن ذلك لا يخلو من خطية، ده في إصحاح 23. وده نفس الكلام اللي قاله القديس بولس الرسول، لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي النامع السامعين، لكي يعطي نعمة للسامعين. خلي كلامك خالي، خلي كلامك نقي، كلامك حلو، كلامك يشجع، كلامك يبسط اللي قدامك، مش بالخداع، بالحقيقة. إزاي تخلي الكلمة بتاعتك تبني اللي قدامك، تفيده، تساعده، تسنده، تشجعه. حكيت لكم المرة اللي فاتت على الكلمة اللي قالها ألقانا لحنة، لما هي بتبكي بكاء مر عشان ربنا ما عطاهاش أبناء وعطى ضرتها أبناء، يقوم هو زوجها يروح لغاية عندها ولا بتبكي ليه، ويطبطب عليها ويقول لها أما أنا خير لك من 10 بنين. إيه الزوج الرائع ده؟ إيه الزوج الحنين ده؟ إيه الكلمات اللي زي العسل دي؟ أحيانا نوصف إنسان نقول له أنت كلامك بينقط، مش كده؟ بينقط سكر كلامه، كلمة حلوة. وفي واحد تاني بقى كلامه مش عايز أقول، كلام بقى كلام، كلام ده الدبش ده حاجة كويسة يعني، يعني حاجة مرحوم، ده في حاجات أصعب من الدبش. كلامك إيه؟ إحنا في نهاية السنة، راجع نفسك، راجع حياتك، وإلا سوف كيف تقابل الله وفيك هذه الخطايا؟ واحد شتام وحلاف ومهزار وكذاب ونمام ومتسرع في الكلام وبيتكلم على الفاضي وعلى المليان، ازاي تقابل ربنا بشكل ده؟ راجع نفسك، راجع حياتك، ولا تكن صرصارا. وطبعا لو توفر وياك سفر يشوع ابتدي اقرا فيه، هتلاقي كلمات الحكمه وايات الحكمه اللي بتبتدي بلا كثيره جدا زي ما قلت في اول الكلام، اكثر من 150 ايه بهذه الصوره. لا تكن صرصارا، ضمها مع الأسبوع اللي فات لا تكن قاسيا، وهو بيقدم لنا صورة، صورة الإنسان يرجع بها نفسه وتكون حياته حياة ناجحة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين. من الليل ويادك سابت لي كان انقايك استصيون استنيون آمين بمسيب الخين في يوت خاقو إني إئون تيرو سديمونو أكتشيت ديمت خلو إندي يكوب بينو غنان ديمتو وصالة ببن من بارك لتن في طن في جين يا أبو الصولوس Thank you.
من بنيوت متروبوليتيس أبا موروس نودن ديد بيتا غروج نوسرونوس نان ميشون بين وانسيون هيريني كون دوه بيرسو زيري يغن دبكاني نوبيناني والخنواري نقدر نشتين ناكي يليس كيري أبلوغي سونة من اسمه إيروي اسمه إيروي استمتن يكون يبلغم باسمه ليترأف الله علينا وباركنا وزرق علينا وارحمنا رب خلص شعبك وبارك مراسك وارفعهم بشار الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات اللي ترفعنا في كل حين ولاية الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال الأربعة وعشرين قسيس وأربعة حيوانات غير متجسدين والشاروبيم والصرافيم وكل الطغمات السماية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الظهور بركة قديسي هذا اليوم ملك هذه الليلة وبركة هذا الصوم المقدس وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي أمين سشو أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلام قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك وتكون مشيئتك كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم أمضوا بسلام سلام الرب يكون معكم ومع روحك أيضا